السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ اتمنى تكون واضحين، كل حاجه شرحناها واضحه. اتمنى تكون كل حاجه بنشرحها انتم مستمتعين بيها، حاسين بفائدتها في الداتا وير هاوس، في الشغل بتاعكم. اتمنى كده وانتم بتتفرجوا على الفيديو تكونوا شفتوا شويه باترنز، سواء من الناس اللي شغاله تقول ايه الباترن ده، انا كنت حاسس المفروض يعمل بشكل افضل، او الباترن ده انا عرفت له اسم، ان انا كنت في حاجات بس مش عارف لها اسم. ده اللي احنا بنحاول نعمله في الدايمنشن تايبس هنشرحها. انا كان في حاجات كتير بستخدمها مش عارف لها هل ده ليها اسم، يعني الباترن ده ايه هو. ف من ضمن المميزات انت تعرف الباترنز دي بشكلها الصح ايه هي، انك انت لما تلاقي الباترن ده تعرف تمبلمنته. طيب النهارده هنشرح دايمنشن جديد اسمه شرانكن رولاب دايمنشن. شرانكن اقصد بيها هنا كلغه عربيه مقصود بيها هنا المنكمش او بينكمش، بس هي الفكره ليها فعلا ليها اسم، ليها معنى من اسمها. الدايمنشن ده قبل ما نبدا نتكلم عن نظري بيستخدم في ايه عامه؟ ده مش انه بيستخدم ان انا ببقى عندي تيبل مثلا في شويه ترانزاكشنز بيزد على شويه على دايمنشن، وعايز اجيب هاير ليفل من الدايمنشن ده. اعمل اللي هو ايه، بعمل انكماش للداتا، بعمل اجريجيت للداتا دي بليفل اعلى شويه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ اتمنى اكون قلت ده اوضح الدنيا، بس هنشرحها دلوقتي. المقصود هنا ايه؟ بيقول لك ان الدايمنشن ده بيستخدم ان احنا نعمل اجريجيت او هاير ليفل سمري اوف فاكت تيبل. ازاي؟ طيب تعال ناخد اكزامبل. عندي تيب برضه من ضمن الحاجات ان الدايمنشن عشان يستخدم يبقى عندي دايمنشن ليه، لازم عندي اللور ليفل اوف جرانيولتي. يعني انا مثلا دلوقتي ناخد المثال بتاعنا، انا عندي ديلي تيبل ديلي يوسج، ماشي، عايز اجيب منه المانثلي يوسج. بالتالي لو ما عنديش الديلي مش هعرف اجيب مانثلي. هنا بيبقى عندي يبقى انا المانثلي هنا يبقى فيه ايه؟ مانثلي امور اجريجيتد من الديلي. ليه؟ لان المانثلي ما بجيبش مثلا اجيب توتال كولز بير داي، فالمانثلي هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي توتال كولز بير مانث، يبقى يعني بدل يبقى عندي كل يوم 30 ريكورد يبقى عندي 1 ريكورد، فبالتالي حصل ايه؟ انكماش. جميل جدا. طيب النقطه الثانيه هنا ايه هي؟ تعال ناخد مثال ثاني. انا عندي تيبل اجريجيتد بير اريا اي دي، وعندنا عايزين نعمل ليفل انذر ليفل سمري تيبل اجريجيتد على السيتي. فبالتالي هيحصل ايه؟ ان بدل ما يبقى عندي داتا ديتيلد على الاريا اي دي يبقى عندي الداتا ديتيلد على السمع اي دي، فده هتقل. طيب تعال ناخد مثال، وهو اشهر مثال في الحته دي، او يعني من امثله مشهوره. يعني انا عندي شويه اوردر ديت اي ديز. الاوردر ديت هنا ليه ايه؟ اريا اي دي 1 2 3 1 2 3، وهنا عندي ايه؟ عندي مثلا هنا الايه 20 و30، عندي هنا 30 اوردر وعندي هنا 30 20 اوردر. ده كده ترانزاكشن، يعني حصل عندي 20 اوردر في الاريا دي، وبعد كده حصل تاني 30 اوردر في الحته دي، تمام. بعد كده حصل في يوم تاني في نفس الاريا تانية حصل هنا ايه؟ عندي الاريا دي حصل فيها 10 اوردرز، وبعد كده 12 اوردر، تمام. طيب انا هنا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب لو الارياز دي كلها تحت سيتي واحده، فانا عايز ممكن اعوز ان انا اضغط التيبل ده كله في سمري تيبل في وان ريكورد مثلا. تعالى اخد مثال، عندي هنا اريا اي دي 1 2 3 دي اسمها المطريه، ماشي، لكن عندي السيتي اي دي بتاعها 1 اللي هي القاهره مثلا، ماشي، اللي هي هنا القاهره. طيب بعد كده عندي هنا اريا اي دي ثانيه. اريا اي دي الثانيه دي هي ايه؟ هي 6 7 8 عين شمس، منطقه عين شمس والمطريه عين شمس جنب بعض، تمام، برضه هما الاثنين جوه القاهره. طيب لو انا جيت هنا عملت جبت الاوردر ديت الديت ده، وجبت السيتي وجبت التوتال اوردر بالسيتي في اليوم ده، يبقى عندي التوتال بتاع ده. طيب هل ده افضل مثال للكيس دي؟ ده احد امثله، في امثله تانية كتير في الكيس دي. تعال فكر ايه الحاجه اللي انت ساعات تبقى عايز بنفس الاوردر اي دي بنفس الدايمنشن بتاعتك ان انا اجيب هاير ليفل اوف سمري، بالتالي اقدر اشوف صوره اوسع للكلام ده. كده بيطبق على المناطق، ساعات بيطبق على التاورز، عارفين النتورك مثلا بيبقى عندي نتورك دي ليها برضه ليفلز. عندي مثلا لو عندي تاور كبير مثلا ممكن يكون عندي زي بيغطي اكتر منطقه مثلا، فعايز اجيب مثلا التاور ده بيغطي اليوسج على التاور ده، فبالتالي ما بتجيبش بيرسيل، بتجيب مثلا على التاور كله او على النتورك بشكل عام. يعني ده من ضمن الامثله برضه اللي ممكن نشوفها، اي حاجه بيبقى فيها لور ليفل بس الدايمنشن فيها ريليشن هاير ليفل. على سبيل المثال نفس مثال التليكوم، تعالوا نتخيل ان عندي التاورز دي بس متقسمه بين تو فيندرز، نوكيا مثلا واريكسون. حلو، فانا عايز بدل ما ابص على تاور اشوف بقى ان جنرال التاور بتاعت اريكسون بتاكت ازاي مثلا، والتاور بتاعت نوكيا بتاكت ازاي. فانا طب جبت المعلومه دي ازاي؟ انا عندي في معلومه ما في تيبل ما بيقول ان التاور اكس ده اللي في يوسج مثلا 1 2 3
مربوط بنوكيا، وطور مثلا واي مربوط بيوسج 456 مربوط باريكسون او بنوكيا. فبالتالي بقدر اجيب عن طريق المعلومه دي او ريليشن بين دايمنشن زي دي كده الهاير ليفل اوف داتا. دي امثله. لما تلاقي الباترن ده، فانت عندك دايمنشن دي هاير ليفل وعايز تجيب سمري، هتربطها بالشكل ده، بتجيب السيتي مثلا اي دي وتصم عليها. ده اللي اسمه شرانكن رول اب دايمنشن. ده كده كل حاجه شرحناها في الجزء ده على الشرانكن رول اب دايمنشن. اتمنى تكون الدنيا واضحه وفهمتوه استخدامه، وان شاء الله الفيديو الجاي نشرح نوع جديد. السلام عليكم.